الرئيس السيسي يؤكد الدعم الكامل لمراحل تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا. وزير الدفاع يؤكد أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومي المصري. وزير الخارجية التونسي يحذر من محاولات إرباك العلاقات الدولية لبلاده. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا بكم، وبداية هذه النشرة مع أحمد أبو زيد. إليك أحمد. شكرا جزيلا لك آية، وسعدتم ألقاتا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم الكامل لمراحل تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقا لأعلى المعايير الإنشائية العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزيري المالية والإسكان لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء السد بواسطة تحالف الشركات المصرية وبإشراف الحكومة المصرية. كما وجه الرئيس بقيام كبار المسؤولين المعنيين في الحكومة بزيارات ميدانية دورية لموقع إنشاء السد لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي والتنسيق مع المسؤولين في تنزانيا. وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض المخطط العام للمشروع والأعمال الجاري تنفيذها بسد جوليوس نيريري والذي يستهدف توليد الطاقة الكهرومائية فضلا عن التحكم في الفيضان حماية للبيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات. أشاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالمستوى المتميز والروح المعنوية والقتالية العالية لرجال إدارة الأسلحة والذخيرة، وخلال قيامه بجولة تفقدية لإحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، أكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها وفقا لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجولة تفقدية لإحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، وذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمتابعة عملية التطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة التخصصية. وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عرضا تقديميا تضمن شرحا مفصلا لأسلوب العمل والتطوير المستمر في ظل الثورة التكنولوجية لمجال الأسلحة، كما تفقد معرض البحوث والإنجازات الفنية لوحدات إدارة الأسلحة والذخيرة والذي تضمن عددا من النماذج التي يتم إنتاجها أو إصلاحها بتلك الوحدات ويتم التعامل معها وفقا لأعلى المعايير الفنية العالمية، مما يسهم في الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة. عقب ذلك المرور على عدد من المراكز الفنية المتخصصة التي يتم العمل بهم وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وبما يدعم مواكبة التطور العلمي المتلاحق في تلك التخصصات. كما استمع القائد العام للقوات المسلحة لعرض تضمن مقترح إنشاء مركز تطوير الأسلحة الصغيرة، تضمن شرحاً مفصلاً لمحتويات المركز وآليات العمل به بما يؤهل المتخصصين لتحقيق الاستفادة القصوى من المركز واللحاق بالركب العالمي في مجال الأسلحة الصغيرة. وأشاد الفريق أول محمد زكي بالمستوى المتميز والروح المعنوية والقتالية العالية لرجال إدارة الأسلحة والذخيرة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. أعلنت القوات المسلحة وصول الغواصة S-44 الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية قادمة من ميناء كيل بعد أن أبحرت بطاقمها المصرية. ويمثل انضمام الغواصة S-44 تعزيزاً لقدرات القوات البحرية القتالية والحفاظ على مقدرات مصر الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس، وكذلك المحافظة على الأمن البحري بما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.
وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة S-44 من طراز 209 على 1400 ألمانية الصنع، والقادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصري. ويمثل انضمام الغواصة S-44 تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية وحفاظاً على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس، كذا المحافظة على الأمن البحري، وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المحدد والذي استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، مما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ألمانيا الاتحادية. ويمثل اقتناء الغواصة S-44 ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما يساهم في رفع تصنيفها عالمياً. من جانبه أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة S-44 إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري لتظل على العهد دائماً في حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجهاً الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية. حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات البحرية والسفير الألماني بالقاهرة والملحق العسكري الألماني بالقاهرة وعدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي وعدد من طلبة جامعة الإسكندرية وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطني محافظة الإسكندرية. وقد شهدت سواحل مدينة الإسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحري ضم أكثر من 50 وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام. وقد شاهد العرض أعداد غفيرة من المواطنين، وذلك احتفالاً بوصول الغواصة S-44. في الفترة الأخيرة شهدنا تطور سريع في القوات البحرية، ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشكر وزير الدفاع على التطور الهائل وانضمام قطع بحرية جديدة للقوات المسلحة. وتحيا مصر، تحيا مصر. ألف ألف مبروك لمصر ولينا ولدنيتنا وللبحرية دي كلها، وإحنا فخورين برئيسنا اللي خلانا يبقى عندنا قطع غالية زي دي نفخر بيها. وأقول لولادي إحنا بقى عندنا الغالي كله. شكرا يا رئيس، وشكرا يا أولادنا يا اللي بنيته ويلا علتينا لفوق. ألف شكر ليكو، والجيشنا اللي بيدافع عننا واخد باله مننا. شكرا شكرا، إن شاء الله بالتوفيق يا رب. إحنا فخورين جدا ببلادنا وفخورين بالشعب، جدا فرحان ومبسوط، والناس باين على وشوشها البهجة. وتحيا مصر. نشير إلى هذا الخبر العاجل كما تتابعونه معنا الآن، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد السادة المشاركين في المؤتمر العالمي لدوري وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تنظمه حاليا دار الإفتاء المصرية تحت عنوان مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي، وذلك بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام. وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بعلماء الدين المشاركين في المؤتمر، مؤكدا على الدعم الكامل لمسار المؤتمر لأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي كمرجعية شرعية لإصدار الفتاوى الدينية في مناحي الحياة كافة والتعاملات والعبادات، بما يسهم في نشر التوعية والفهم الحقيقي الواقعي لصحيح الدين وتحقيق الاستقرار المجتمعي ومواجهة الإشكاليات التي تواجه الفتاوى نتيجة تدخل غير المتخصصين، ومشددا على أهمية مواكبة مؤسسات الإفتاء في العالم للتطورات العميقة التي طرأت في هذا المجال، لا سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمنصات الإلكترونية التي تبث أفكارا مغلوطة تشوش على جوهر الدين الإسلامي الحنيف. وقد أعرب الدكتور شوقي علام عن امتنانه والمشاركين كافة للرعاية الكريمة للرئيس السيسي لهذا المؤتمر، مشيرا إلى أن اجتماع هذا العام يستهدف زيادة الوعي بأهمية عامل الرقمنة ومردودها على المؤسسات الإفتائية ودورها في المجتمعات،
وما يتطلبه ذلك من تطوير مستمر على المستوى التقني للمؤسسات الإفتائية لمواكبة عصر الرقمنة، موضحا في هذا الصدد الجهود ذات الصلة التي تطلع بها دار الإفتاء المصرية، خاصة مع قيامها خلال عام 2020 بإصدار قرابة 1,300,000 فتوى في شتى القضايا والموضوعات، من بينها ما يقرب من 1,000,000 فتوى عبر الموقع الإلكتروني ومرصد الإفتاء الأول من نوعه في العالم. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا للرئيس السيسي مع المشاركين بالمؤتمر، الذين أشادوا بالسياسة الحكيمة للرئيس السيسي في إرساء ونشر القيم النبيلة من تسامح وحرية اختيار وقبول الآخر والبناء والتنمية والتعاون، بما يرسخ من مكانة مصر كمنارة للوسطية والاعتدال في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم أجمع. أضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تطرق إلى أهمية قضية تصحيح الخطاب الديني على مستوى الأفراد والجماعات والدول، حيث استعرض الرئيس السيسي في هذا الإطار المسؤولية والدور المهم الذي تطلع به المؤسسات الدينية العريقة في مصر والمتمثلة في دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. وقد أكد الرئيس السيسي على الأهمية البالغة لتلك القضية لتنقية الخطاب الديني مما علق به من أفكار مغلوطة، وهي مهمة أساسية تحتم تكامل جهود جميع علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ، وذلك من أجل التصدي للرؤى المشوشة التي تمس ثوابت العقيدة وتدعو إلى استغلال الدين لأهداف سياسية عبر أعمال التطرف والإرهاب. مجددا إذا نشير إلى هذا الخبر العاجل كما أوردناه لحضراتكم، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد السادة المشاركين في المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تنظمه حاليا دار الإفتاء المصرية تحت عنوان مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي، وذلك بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام. وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بعلماء الدين المشاركين في المؤتمر، مؤكدا الدعم الكامل لمسار المؤتمر لأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي كمرجعية شرعية لإصدار الفتاوى الدينية في مناحي الحياة كافة والتعاملات والعبادات، بما يسهم في نشر التوعية والفهم الحقيقي والواقعي لصحيح الدين وتحقيق الاستقرار المجتمعي ومواجهة الإشكاليات التي تواجه الفتاوى نتيجة تدخل غير المتخصصين، ومشددا على أهمية مواكبة مؤسسات الإفتاء حول العالم للتطورات العميقة التي طرأت في هذا المجال، لا سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمنصات الإلكترونية التي تبث أفكارا مغلوطة تشوش على جوهر الدين الإسلامي الحنيف. وقد أعرب الدكتور شوقي علام عن امتنانه والمشاركين كافة للرعاية الكريمة من الرئيس السيسي للمؤتمر، مشيرا إلى أن اجتماع هذا العام يستهدف زيادة الوعي بأهمية عامل الرقمنة ومردودها على المؤسسات الإفتائية ودورها في المجتمعات، وما يتطلبه ذلك من تطوير مستمر على المستوى التقني للمؤسسات الإفتائية لمواكبة عصر الرقمنة، موضحا في هذا الصدد الجهود ذات الصلة التي تطلع بها دار الإفتاء المصرية، خاصة مع قيامها خلال عام 2020 بإصدار قرابة 1,300,000 فتوى في شتى القضايا والموضوعات، من بينها ما يقرب من 1,000,000 فتوى عبر الموقع الإلكتروني ومرصد الإفتاء، وهو المرصد الأول من نوعه في العالم. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا للرئيس السيسي مع المشاركين بالمؤتمر، الذين أشادوا من ناحيتهم السياسة الحكيمة للرئيس السيسي في إرساء ونشر القيم النبيلة من تسامح وحرية اختيار وقبول للآخر، فضلا عن البناء والتنمية والتعاون، بما يرسخ من مكانة مصر كمنارة للوسطية والاعتدال في العالمين العربي والإسلامي بل وفي العالم أجمع. أضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تطرق إلى أهمية قضية تصحيح الخطاب الديني على مستوى الأفراد والجماعات والدول، وقد استعرض الرئيس السيسي في هذا الإطار المسؤولية والدور المهم الذي تطلع به المؤسسات الدينية العريقة في مصر والمتمثلة في دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. وقد أكد الرئيس السيسي على الأهمية البالغة لتلك القضية لتنقية الخطاب الديني مما علق به من أفكار مغلوطة، وهي مهمة أساسية تحتم تكامل جهود جميع علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ، من أجل التصدي للرؤى المشوشة التي تمس ثوابت العقيدة وتدعو لاستغلال الدين لأهداف سياسية عبر أعمال التطرف والإرهاب.
وصلت عناصر من القوات الجوية المصرية المشتركة في التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي زايد 3 إلى قاعدة الضفرة الجوية بالإمارات، والذي يتم بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، وتستمر فعاليته لعدة أيام. كما تتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة. ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف. نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة من مختلف الكليات والتخصصات للمشروع القومي مستقبل مصر. استمع الطلاب لشرح عن أهمية ودور المشروع في تنمية المجال الزراعي المصري، إضافة لمعرفة أساليب التكنولوجيا الزراعية الحديثة. يتمتع المشروع بموقع استراتيجي متميز، فضلا عن موقعه القريب من موانئ التصدير والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسة، ما يتيح إمكانية التسويق للمنتجات الزراعية على مستوى واسع وتعزيز الإنتاج الزراعي المصري. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال شهر في مجال الأمن العام، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط عدد 1766 عنصراً إجرامياً بنطاق 18 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، مخدرات، خطف، استعمال القوة، سلاح ناري وذخيرة، وبحوزتهم 1087 قطعة سلاح ناري، من بينها رشاش جرينوف 171 بندقية آلية، 143 بندقية خرطوش، 46 مسدساً، 723 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 205 متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3851 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3195 متهماً، من بينهم جيرينوف 3 رشاش، 550 بندقية، 362 بندقية آلية، 196 مسدساً، 2739 فرد محل الصنعة، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 10550 طلقة متنوعة و405 خزينة، إضافة ل 5768 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 36 تشكيلاً عصابياً ضموا 127 متهماً، قاموا بارتكاب 246 حادث متنوع. كما تم ضبط 681 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 301 حادث ما بين خطف، قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة،
وضبط مرتكبها بإجمالي 392 متهماً، كما تم إعادة 19 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,053,690 حكماً قضائياً متنوعاً، من بينها 8,528 حكم جناية، من بينها 6 أحكام بالإعدام و 344 حكماً بسجن المؤبد، وعدد 617,480 حكماً جزئياً، و 120,910 حكماً مستأنفاً، ومليون و8,025 حكم غرامة، و298,747 حكم مخالفة. أكد وزير الخارجية سامح شكري على الموقف المصري الثابت من مساندة القضية الفلسطينية ورفض كل ما من شأنه استهداف الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشريف ومقدساتها أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. وخلال استقباله مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، أشار وزير الخارجية إلى المساعي المصرية المتواصلة لإحياء المسار التفاوضي الهادف للتوصل لتسوية شاملة وعادلة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أطلقت وزارة الخارجية التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن التقرير يستعرض جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرة إلى أنه تم إعداد التقرير بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية بما يبرز جهود تلك الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية ويعرض للسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة. أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن الرئيس السيسي أدرك بفهمه الواعي لتعاليم الإسلام الحنيف ما تمثله أفكار الجماعات الإرهابية من خطر عظيم يهدد العالم بأسره. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر العالمي السادس لدور الإفتاء تحت رعاية الرئيس السيسي، قال مفتي الجمهورية إن ظروف وباء كورونا الاستثنائية الطارئة ألهمت الجميع فتح آفاق جديدة في مجال الفتوى، ولفتت الأنظار إلى أهمية تحول المؤسسات الإفتائية نحو التطوير والرقمنة، مشيرا إلى أنه لمن أسس التجديد المهم في مجال الفقه والإفتاء التي تحقق مقاصد الشريعة والتجديد في استعمال وسائل التوصيل المناسبة. لقد أدركتم سيد الرئيس بثاقب نظركم وعميق فكركم وبقلبكم المخلص الصادق وبفهمكم العميق الواعي لتعليم ديننا الحنيف وقيمه ما تمثله أفكار هذه الجماعات الإرهابية من خطر عظيم يهدد العالم بأسره ويقوض الأمن والسلم العالميين ويسعى للقضاء على قيم سامية شريفة كالتسامح والتعايش والتراحم بين الناس جميعا بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي، قيم نبيلة شريفة أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ورسخها رسوله صلى الله عليه وسلم في للإنسانية كلها، ورسخها فتجسدت في أقواله وأفعاله الشريفة وأخلاقه العظيمة تجسيداً حياً لم يتحقق لبشر غيره قط. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن دار الإفتاء بذلت مجهودات كبيرة ومهمة في مجال التطور الرقمي. وتأتي هذه النسخة من المؤتمر في سياق له أهمية خاصة، إذ يعنى بإحدى أهم القضايا الحيوية وهي المتعلقة بحتمية الاستفادة من التطور التكنولوجي والتفاعل مع معطيات العصر الرقمي في سبيل دعم الفتوى والإفتاء والنهوض بها. السيادة الحضور، تشهد مصر نقلة حضارية كبرى لبناء مصر الرقمية، حيث أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً نحو اعتماد نهج شامل للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله تبني أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين على النحو
الذي يسهم في تحسين جودة حياة المصريين. أهلا بحضراتكم من جديد. في تونس قال الرئيس قيس سعيد أنه لن يتراجع عن الحقوق أو الحريات، وأنه لا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها. وخلال استقباله محافظ البنك المركزي مروان العباسي بقصر قرطاج، أشار الرئيس التونسي إلى أنه اختار أن يقف إلى صف الشعب حفاظا على وحدة الدولة ولحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها. هذا وحذر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي من محاولات إرباك العلاقات الدولية لبلاده. وقال وزير الخارجية التونسي أن محاولات المس بالعلاقات الخارجية لتونس هو عمل غير وطني، مضيفا أن كل عمل يهدف إلى ذلك يعد عملا عدائيا. كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد انتهاء دور كل من يتاجر أو يساوم بصحة المواطنين، وجدد سعيد تأكيده على موقف بلاده الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الإتجار بالبشر وتهريبهم، محذرا من محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ تونس. بالتوازي مع القرارات التصحيحية التي اتخذها الرئيس التونسي في مرحلة استثنائية لبلاده، بدا الرئيس قيس سعيد علاج ملفات اقتصادية وصحية شائكة. الرئيس التونسي تابع عملية تسلم 1,500,000 جرعة من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 ممنوحة من قبل إيطاليا، وأكد سعيد أن من يساوم ويتاجر بصحة المواطن لا مكان له، مشددا على انتهاء دور كل من يقايض المواطنين في صحتهم للوصول إلى مآرب سياسية. الاجتماعات تلو الاجتماعات حتى صار الناس في المستشفيات يموتون كل يوم بالمئات فضلا عن انتشار العدوى، وكان هناك من يقايض الناس بصحتهم للوصول إلى مآرب سياسية. هؤلاء انتهى دورهم. من يساوم ويتاجر بصحة المواطن ليس له مكان في الدولة التونسية. فالدولة التونسية هناك شرفاء وهناك وطنيين ووطنيات يعملون ليلا نهارا. كما شدد الرئيس التونسي على أن الدولة ليست غنيمة لأي كان، في ظل وجود بعض الأطراف التي تسعى للمتاجرة بمآس الشباب المعدم وفاقد الشغل عبر حثه على الهجرة غير الشرعية من أجل توظيف ذلك كوسيلة للإساءة إلى علاقات تونس مع جوارها وفي مقدمتها إيطاليا. من بين المناورات التي تمت وسيتم التصدي إليها هذه الهجرة غير المشروعة غير الشرعية وغير النظامية. لو كان الأمر يتعلق بهجرة طبيعية وتحدثت إلى سعادة السفير وإلى عدد من المسؤولين حول هذه المسألة، حينما تحدثت إليهم رأيت أن الأمر لا يتعلق بالانطلاق إلى إيطاليا وإلى سواحل إيطاليا بصفة طبيعية، ولكن هناك شبكات تهريب اليوم 1,500 شبكات تهريب، وسيتم وضع حد لهذه الشبكات سواء في تونس أو في الشمال. ما حصل تذكرون في فيفري 2011 يريدون أن يحصل مرة أخرى في هذه الظروف بالذات، وليتحمل كل واحد مسؤوليته. ووسط هتافات مؤيدة قام الرئيس التونسي بجولة تفقدية في شارع الحبيب بورقيبة، مخاطبا المواطنين بأنه ليس مستعدا مهما كان الثمن للتخلي عن الأمانة، مطالبا الشعب بتحمل المسؤولية سويا خلال هذه اللحظة التاريخية الفارقة. على صعيد آخر، لا يزال صدى الإجراءات الرئاسية الأخيرة يتردد بين التونسيين،
حيث ناقش ممثلو أحزاب ومكونات من المجتمع المدني بصفاقس سبل تدشين ائتلاف مدني لدعم قرارات الرئيس قيس سعيد. ما زلنا في تونس، حيث دعا التيار الشعبي التونسي إلى حل البرلمان المجمد. وفي بيان له، طالب التيار الشعبي التونسي بالمحاسبة القضائية لكل أركان منظومة الفساد والإرهاب، مشيرا إلى أن ما حدث ليس خروجا عن الشرعية بل إنقاذ لها من مافيا الفساد التي هددت أركان الدولة. وللمزيد تنضم إلينا عبر الصوت والصورة من تونس مراسلة إكسترا نيوز درة مختار. درة، في البداية أرحب بك معنا في هذه الجولة، وسأبدأ معك بآخر التطورات الأمنية في الشارع التونسي. نعم، الآن لازالت تتواصل التعزيزات الأمنية الهامة والتي متمركزة خاصة أمام المؤسسات السيادية، وهنا نتحدث طبعا على السفارات، المقار الدبلوماسية، البرلمان، القصر الحكومي، وكذلك التلفزة الوطنية أو كل المؤسسات العمومية المهمة. هذه التعزيزات طبعا تأتي في إطار محاولة رئيس الجمهورية قيس سعيد في تحقيق أكثر ما يأتي من تأمين أو استقرار في ظل التهديدات المتواصلة ممكن من قبل مؤيدين حركة النهضة، وخاصة بعد تصريح راشد الغنوشي. كذلك نشاهد العديد من التعزيزات سوى من الجيش كذلك في أمام المقرات المهمة. في ظل هذه الإجراءات طبعا ننتظر ككل الانتشار أو الإعلان عن رئيس حكومة جديدة، هذا فيما يتعلق بالشارع التونسي. فيما يتعلق كذلك بالوضع الأمني، هناك قبل ساعات إحباط ل 18 عملية هجرة غير نظامية قام بالتدخل بها الحرس البحري، وإجراءات جديدة طبعا للعمل بالمحاكم أو في كل الشخصيات السياسية أو النواب الذي يتحجر عليهم السفر إلى حد هذه اللحظة، ورفع قضايا بكل من كان له طبعا ملف فساد جعل من الدولة التونسية في تراجع، سوى التراجع الاقتصادي أو ما شابه. طبعا من المنتظر ككل الإعلان عن من هي الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة طبعا بالتشاور معه. هناك فرضيتان كما ذكرت، الأولى تتعلق بشخصية اقتصادية أو مالية، وحاجة تونس في هذه الفترة إلى تعبئة مواردها المالية سواء داخليا أو خارجيا، وهو في هذا الشأن يتطلب شخصية على دراية بالوضع الاقتصادي. من ناحية أخرى، في افتراضية ثانية، قد يتوجه الرئيس قيس سعيد إلى اختيار مثلا شخصية سياسية وعلى علم بمختلف القضايا التي تحدث والملفات السياسية، ولا يكون له طبعا أي علاقة بكوادر الحكم أو السياسات الفارطة أو النواب أو كل من كان في الحكومة الفارطة. طبعا هذه الاختيارات هي فعلا بالأساس ممكن مطالب شعبية، ممكن من ناحية أشخاص يطالبون بأن تكون شخصية اقتصادية لاستقرار الشأن الاقتصادي، خاصة تراجع العملة التونسية في البلاد وتراجع الاقتصاد ككل. وفي جانب آخر، هناك أشخاص يطالبون بشخصية سياسية لها القدرة على أن تضع خريطة طريق وتصور عام ورؤية لمرحلة انتقالية جديدة بعد إجراءات استثنائية. طيب درة، ماذا أقرها وأخذها الأستاذ قيس سعيد؟ ماذا عن أبرز ردود الأفعال فيما يتعلق بتصريحات الجراندي فيما يتعلق بعدم المس بالعلاقات الدولية؟ نعم، هي ردود الأفعال صراحة مستبشرة، والشعب التونسي فرح من خلال هذه التدوينات أو التصريحات، خاصة أنه أساس هذه الفترة الاستثنائية هي طبعا ستكون مستوى جديد على الجانب السياسي أو الاقتصادي أو حتى الصحي خاصة، وأهمية الملفات الأمنية التي يعني تدهورت
صدرت في السابق وبعثرت طبعا هذه القرارات أو تصريحات الأستاذ قيس سعيد كانت بالأساس هي مطلب للشعب، والأساس من هذه التصريحات أن الشعب وإرادة الشعب فوق الجميع، وكل ما طبعا يساعد الدولة التونسية من خروج سوى من الأزمة الصحية أو الأزمة الاقتصادية فهو معها في اتخاذ قرارات جديدة. يأتي هذا طبعا كل التصريحات وكل الملفات أو كل التدوينات التي تتواصل إلى حد هذه اللحظة، يأتي هذا كله طبعا مع معارضة إلى حد هذه اللحظة حركة النهضة ما زالت تحاول وتناور وتتكشف كذلك بعض المؤامرات، خاصة نشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو يدين حركة النهضة بالتحريض على الإرهاب. في الأثناء ربما الرئيس قيس سعيد سواء عبر التهديد أو ما صرح به راشد الغنوشي هنا يدعو إلى التهدئة، وطبعا صرح أن الشعب التونسي وإرادته هي أهم ما يريد أن يطبقه في قراراته أو اتخاذ القرارات. طبعا الكل الآن إلى حد هذه اللحظة ينتظر ويراقب القصر الرئاسي، ممكن في الساعات القادمة سنكتشف تكليف شخصية تسير شؤون رئاسة الحكومة وليس رئيس الحكومة بالتحديد، هذا ما تقوله بعض الأصداء أو بعض الآراء سواء من الشأن السياسي أو من الشخصيات السياسية أو عبر الإذاعات الخاصة. كما قلنا الأخبار متواترة حول كذلك في الساعات الفارطة ليلة أمس كانت أخبار متواترة حول رئيس الحركة راشد الغنوشي، جعلت منها صراحة غير دقيقة وغير واضحة بعموم التونسيين، مما يوضح أنه هناك نوع من حالة تخبط لدى قيادة حركة النهضة التي جعلتها تنطوي حول الاستثناءات. وجاء ذلك بعد رسالة مفتوحة تقريبا 130 شاب دعوا إلى تغيير قيادات حركة النهضة ومنها طبعا الرئيس، وبالتأكيد درة عفوا هو رئيس الحركة راشد الغنوشي. درة بالتأكيد بيان التيار الشعبي التونسي اليوم أثار العديد من التساؤلات وردود الأفعال في الشارع التونسي، ما أهم ما أثاره هذا البيان؟ هو هذا البيان صراحة التيار الشعبي من أول ما اتخذ القرارات الأستاذ قيس سعيد ساند صراحة ما اتخذه من قرارات، وقال هناك تغيير بعد 25 جويلة، وليس هو فقط، هناك عديد من الأحزاب التي تساند إلى حد اللحظة، على غرار طبعا بعض حتى حركة النهضة، يعني معظم الشخصيات المهمة كسمير ديلو أو أشخاص أخرى يساندون قرارات قيس سعيد، لكن جل الأحزاب إلى حد هذه اللحظة يساندون، على غرار كما قلت بعض الشخصيات منها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وائتلاف الكرامة إلى حد هذه اللحظة يحاولون ويناورون ما يمكن يدعو هذه الإجراءات التي قام بها الأستاذ قيس سعيد هي نوع من الانقلاب، وهذا طبعا ما يجعل من الشارع التونسي في حالة غضب ضد هذه الحركة وضد من يحاولون الاستظهار بأشياء ممكن ليس لها من الصحة، خاصة أن الأستاذ قيس سعيد هو صراحة الرجل قانون، فبالتالي هو على دراية كاملة وتامة بما يكون في الدستور، فلذلك فما اتخذه من قرارات فهي دستورية وقانونية صحيح. إلى حد هذه اللحظة على غرار الآراء المخالفة لهذا. ونحن معك درة على مدار اليوم لمعرفة كل ما هو جديد في الشارع التونسي وأهم القرارات المنتظرة. على كل حال مراسلة إكسترا نيوز من تونس درة مختار، أنا بشكرك شكرا جزيلا. أهلا بحضراتكم من جديد. في ليبيا أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين وحتى 17 من أغسطس الجاري، وبدء التسجيل بالخارج في 18 من أغسطس. قال رئيس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحفي إن ذلك يأتي استجابة لمطالب تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، رغبة في إتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، ولما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير بلغ أكثر من 30 ألف مسجل يوميا.
أضاف السائح أن التسجيل بالخارج ينتهي في 15 من شهر سبتمبر، وذلك عبر رابط مخصص للتسجيل على موقع المفوضية على الإنترنت. قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده تواجه أسوأ موجة حرارة منذ عام 1987، كما دعا المواطنين إلى الحفاظ على الطاقة وترشيد الاستهلاك، حيث أدت موجة الحر التي تضرب اليونان إلى إجهاد شبكة الطاقة في البلاد وزادت من احتمال انقطاع التيار الكهربائي. فرضت السلطات الصينية إغلاقا طال ملايين السكان في وقت تحاول فيه احتواء أكبر تفشي لكوفيد 19 منذ أشهر، عبر إجراء فحوص واسعة النطاق مع فرض قيود على السفر. وسجلت الصين اليوم 55 إصابة جديدة ناجمة عن انتقال العدوى محليا، فيما تنتشر السلالة المتحورة دلتا شديدة العدوى في أكثر من 20 مدينة وعشر مقاطعات. وقد أخضعت الحكومات المحلية في كبريات المدن بما فيها العاصمة بكين، أخضعت ملايين السكان حتى الآن لفحوصات الفيروس، فيما أغلقت مجمعات سكنية وفرضت حجرا صحيا على مخالطي المصابين. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة للمنشورات المتداولة التي تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق. من جانبها شددت وزارة التربية والتعليم على أن عملية استلام ورصد وتصحيح كراسة الإجابات لطلاب الشهادة الثانوية تتم من خلال منظومة مؤمنة ومحكمة تحت إشراف الأجهزة المعنية، حيث يتم التصحيح مركزيا وبشكل إلكتروني وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية دون تدخل أي عنصر بشري، وهذا لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 85 من مواطني محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة هالة زايد للمحافظة في إطار زيارتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. أشارت الوزيرة إلى أن مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالأقصر ستصبح نواة للسياحة العلاجية في مصر. ووجهت وزيرة الصحة بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في محافظتي الأقصر وأسوان بلقاح مضاد لفيروس كورونا خلال شهر أغسطس الجاري. تفقدت وزيرة الصحة والسكان دكتور هالة زايد ودكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمستشار مصطفى الألهم محافظ الأقصر أعمال إنشاء مستشفى القرن التخصصي بتكلفة تبلغ حوالي 800 مليون جنيه. وشددت وزيرة الصحة على الانتهاء من إنشاء المستشفى وتجهيزه خلال 8 أشهر، كما وجهت بإنشاء مدرسة للتمريض ملحقة بالمستشفى استجابة لأهالي مدينة القرن. ومن جانبه أشاد شيخ الأزهر بالنموذج الإنشائي للمستشفى، كما أشاد بالخدمات الطبية المتكاملة التي يحصل عليها أهالي الأقصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. تواصل وزارة الزراعة المتابعة والتقييم المستمرين لمشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد أكد وزير الزراعة خلال اجتماعه مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات المشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة، أكد أن الرئيس السيسي أطلق أهم وأضخم مشروع بكلفة تجاوز 700 مليار جنيه، ويستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من 58% من المواطنين، مشددا على إزالة أي عقبات أمام سرعة التنفيذ وتسهيل الإجراءات اللازمة. زار نائب محافظ بني سويف بلال حبش قرى مركز ببا لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع مجمع الخدمات بقرية هلية، بالإضافة إلى أعمال توسعات بالمدرسة الإعدادية ومشروع الصرف الصحي وأعمال مد وتدعيم شبكة المياه بالقرية.
النهارده واحنا في محافظه بني سويف وتحديدا في مركز بيبا وتحديدا في قريه طرشوب تبع الوحده المحليه للهليه بنتابع مشروع الصرف الصحي، وده المشروع بيخدم على اهالي قريه عدد سكانها حوالي 6000 نسمه. المفترض ان المشروع هيبقى بطول حوالي 7 كيلو، تم تنفيذ منه حتى الان 18% من نسب انجاز المشروع. تم مراجعه كل الحاجات اللي بتتم مع الشركه المنفذه ومع المهندسين، وتم الحديث مع اهالينا حوالين المشروع اللي بيتم، وكمان تم التأكيد عليهم على ان هم يكونوا بيساعدوا الشركات المنفذه في تنفيذ مهامها على ارض المشروع. كمان المشروع ده يربط على مجموعه شبكات اخرى بيتم تنسيقها على مستوى الوحده المحليه، وهكون في ثلاث مشاريع داخل الوحده المحليه لليه للصرف الصحي بيكملوا بعض، عشان نقدر واحنا خارجين من قريه الليه او من الوحده المحليه لقريه الليه حلين مشكله الصرف الصحي بيها بالكامل، وده عشان خاطر المشكله اللي بيعاني بيها اهالينا في قريه الليه بقالنا عدد كبير جدا من السنين. أعلن البنك المركزي أن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي 10 جنيهات و20 جنيها هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير. قال البنك إن هذه النماذج هي واحدة من بين نماذج عدة يتم العمل لتصميمها للعملات البلاستيكية المقرر طرحها بالسوق قبل نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن العملات الجديدة ستكون مصممة من 13 طبقة. ورياضيا، يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره الألماني في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عصر الغد في آخر مواجهات دور الثمانية. احتلت مصر المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك، كما تواجدت ألمانيا في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف فرنسا وإسبانيا. وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من فرنسا والبحرين في نصف النهائي. تأهل المصري مهاب مهيمن لاعب الغطس إلى الدور قبل النهائي بمسابقة 3 أمتار سلم متحرك في أولمبياد طوكيو. حقق مهاب في التصفيات 422.75 نقطة ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث شارك في التصفيات 29 لاعبا تأهل من بينهم أول 18 لاعبا مع وجود لاعبين احتياطيين صاحبي المركزين 19 و20. حقق المغربي سفيان البقالي الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ليهدي بلاده الميدالية الأولى في أولمبياد طوكيو 2020، كما أنهى البقالي الذي حصل على المركز الرابع في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 السباق في 8 دقائق و8 ثواني و90 جزءا من الثانية. انتهت نشرة السادسة، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد الدعم الكامل لمراحل تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا. وزير الدفاع يؤكد أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومي المصري. ووزير الخارجية التونسي يحذر من محاولات إرباك العلاقات الدولية لبلاده. كالمعتاد بإمكان حضراتكم دوما متابعة مزيد من الأخبار والتقارير عبر الموقع الإلكتروني extranews.tv، كما يمكنكم التواصل معنا والتعرف على جديد الأخبار والتطورات عبر حساباتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام، ومتابعة البث الحي للقناة عبر قناتنا الرسمية على يوتيوب. دينا سالم ستكون مع حضراتكم عند رأس الساعة في حلقة جديدة من مال وأعمال.